اخر دور من فضلك. 11 9 حاسب سلم من فضلك. حاسب فوق خالص في السطوع الفراخ. الاسانسير اللي طلع في واحده بسفلت اسود. ايوه الحمد لله واقع في ايدينا. ليه ماله ده؟ ده مجنون نط من العربيه اللي هتوديه على المستشفى. طب الحق انبهوا الناس اللي في الاسانسير. يلا عوام اطلعوا بسلم وانا مستنيكم هنا عوام. يلا والله حرام تطلعوني تاني وتنزلوني. يا ناس انا ورايا مصانع. هتتكلم يا راجل انت؟ الناس اتجننت الايام دي؟ اتجننت؟ ايه ده؟ يا جماعة حرام عليكم هنموت كده. وبعدين الزحمة دي؟ مفيش زحمة ولا حاجة، هي مالها الزحمة بس؟ مش حكاية زحمة. لا متشكر أنا معايا. خد مش هتلطش. أوف لا يا سلام ميرسي قوي النجمة المشرقة ناهد شكري. ايوه انا تشرفت كل تقديري واعجابي. ميرسي. مفيش افلام جديدة؟ في افلام لكن مفيش اخلاق. عندك حق الاخلاق اتعدمت. الاخلاق اصيبت بانهيار عصبي. الإشراق ده ساكن هنا في العمارة؟ نو أنا عندي إكستيريور فو في السطوح. السطوح؟ في السطوح أنا أهم السطوح. ميرسي. اسمحي نسبي متشكر ممنون. ميرسي. نو إيه ده يا فندي؟ أنا ما تعجبنيش حاجة زي ده. أي مسمار. تسمح تولعني والله يا حضرة. تعال هولعلك. بلاش الحاجات دي أحسن لك. حاجات إيه بس حضرتك بس؟ حاجات إيه بس؟ كيف البايخ ده؟ كلها دقيقة وهنخرج. بإذن الله. كله بإذن الله. يا لطيف هلا من فضلك الدور ده وحياتك. الدور ده اللهم طولك يا روح. ايه ده انت عايز تنزل؟ تفضل يا حضرتك. لا مش هينزل هنا لانه وحشني وبقالي سنه ما شفتوش. احنا ناقصين عطله. استنى من فضلك اقفل اقفل احسن ناخد بالك. استنى انت راخر هو في مطرح فاضي يا خي. انا شفته طالع معاهم. اطلع محصله. طير بسرعه يا اخي. ايه بس رايح فين؟ مش شايف ان مفيش مطرح؟ سلامات. طياري ولا كوبانية؟ انا مش فاهم. يعني بتشتغل لحسابك ولا حد مسرحك؟ بالريح. ايوه كده تعيدل. عايز نسيبك؟ قسمني. استبينا. على مهلك دراعك. ربنا يشفيك يا شيخ. نصيبك عندك. أكون منبهر لو تعشينا سوا الليلة. متشكرة قوي. عندك من فضلك. مش كنت تقول؟ لا مش ده الدور الجاي. انت وقفت هنا ليه؟ انا ما وقفتش، هو اللي وقف لوحده. نو أرجوك أنا واقف بفلوس. يا
يا لطيف يا لطيف يا رب يا لطيف يا لطيف يا لطيف يلا يلا ابو ودن كبيره يلا شوف شغلك اشتغل نبي تتنيل انت بتقول لمين الكلام ده لحضرتك اتكلم الناس من منخرك ليه ليك صوتين في الانتخابات واحنا صوت واحد يا لطيف انا مش موجود انا انكونيتو ما تخافيش ما تخافيش يا ما حاجات من دي بتحصل كتير قوي قوي ده الجرايد مليانه كل يوم يا عم الاسانسير اللي واقع واللي اتفشل واللي اتدشدش فيها مره في الدقي الاسانسير معلق كده 12 ساعه يا لطيف يا رب مش مصدقني يا رب طب الهي ما نوع ننزل بالاسانسير اللي ده حصل سميت وجبنا وبيض ده يا اخي احنا مش في المحطه كازوزة عشان كازوزة الترس ورا الترس ورا الابر الابر البزازة عشان العين البزازة عشان العين يا استاذ البزازة علشان العين عشان العين يا استاذ البزازة البزازة كازوزة عشان كازوزة عشان كازوزة عشان ناس ما عندهاش اخلاق او نو جامي هو ده وقتنا ده فايزين اطلع يا اخي يا سيادة النجمة ده صنف نمرود ما تاخديش منه الا السخافات والتفاهات واللسان الطويل انما العمل المجدي المثمر مفيش الحق عليا اللي مسحت اللي كان مكتوب حلاوة السيد شلها يا سيد العلق العلق الكوزية 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 يا حسن يا حسن يا ابو علي يا حسن يا ابو علي يا حرام الميزة شوف لينا مين هيجري في الشوط التاني الشوط التاني بلبل افندي ونبوي بلبل افندي ده كويس انا لعبت عليه هنا بخمسين قرش الشتا اللي فات كسبني 15 جنيه نبوية دي الله يخرب بيته هات فلوسي كلها السنه اللي فات الحق عليك اللي تقامل لجنس الحريم يظهر ان حد سباب الاسانسير فوق مكتوب يا حسن يا حسن حاجة غريبة هو بيحصل له كده باستمرار يا ابدا والله استهانم ابدا كيف كل يوم التاني عيده في الوقت ده فوضى ما فيش نظام كل شيء بايظ في البلد دي في البلد دي وقاعد فيها ليه طب ما تفرجها وترحل ما دام مش عجباك انا خايفة قوي يا ابو سمير محفوظة شافت لي الفنجان وقالت لي انك هتتعبي اول مرة دي في الولاد انا حاسة ان انا هموت في المخروب ده وصيتك العيال يا ابو سمير ايه يا شيخه ما تاخديش في بالك كذب المنجمون ولو صدقوا يا لطيف يا لطيف يا لطيف على خلقي فيك يا ده الدنيا حر قوي الواحد هيولع يا حسن يا عربان راحوا فين هداه يا دول هيخربوا بيتنا يا عربان يا حسن اوه سامبا حبيبي يا سامبا ده دخل ولا انت يا باسي سامبا اوف الاسانسور ده كتمه حرام الكلب هيموت اسانسور زي ده لازم يكون فيه تكييف هواء رفاهيه للناس المتمدنين طلعوني من هنا اتمنى انه يكون الحر ما اثرش على عصبك السم بتاوي الاسانسير مش موجود مش معقول الاسانسير متعلق بين الثامن والتاسع يلا نحصله يا عربين حسب النجمة يا حسن يا ابو علي يا ويكا يا ويكا يا ويكا يا صوتك مزعج نشاز ما فيهش موسيقية ابدا ده بيكحني طول الوقت بالمناسبة دي النجمة يحب الموسيقى احب اخرج اطلع من الورطة اللي انا فيها دي بس يا عمان مالكم واقفين ليه الاسانسير متعطل لازم المجنون هو اللي عطله اوعى يكون المجنون اللي عطله بتقول ايه يا اخينا هنعمل ايه بكلامه قوله اندهلنا البواب
ده لنا البواب وحياة والدك. خليك هنا نازل شوف البواب. يا جماعة خلوا لكم معاك واحد مجنون وجنان وخطر. هيقول ايه هو عقل خربان ده؟ أنا سمعت كلمة مجنون لكن ما فهمتش قصدهم ايه. أنا أقول لك قصدهم ايه. بيقولوا إن في واحد مجنون هنا ولازم ناخد بالنا منه. يا لطيف يا لطيف يا رب. يا لطيف يا مامي. انت بتبص لي كده ليه؟ انا ما ببصلكش ولا حاجه. انت واقف قدامي وانا ببص قدامي البصه جت فيك. ما معلش ما حصلش اصابات ولا حاجه الحمد لله. حقك عليا حقك عليا. ودلش عضنش. انتوا خايفين اني انا مجنون؟ انا سمح الله خليها عليا. انا اللي مجنون. في حاجة في مخك يا جوس. أنا ما فتحتوش عشان أعرف اللي فيه، إنما إذا كان رأي حضرتك إني في حاجة يبقى في. يا رفيق يا رفيق في 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 شايفة الجنان مسكين؟ شايفاه أستاهل؟ أنا اللي اتحشرت في وسط هذا القطيع. أنا عرفت المجنون يا سيادنا وأنتوا كمان عرفتوه. مين؟ في زمن الحرية اللي احنا فيه ده اللي يعرف نفسه إن أحسن من الناس شوية لازم ينشحن على الصراية الصفرة. أنا مش فاهم إيه اللي محطوطه فوق كده. اقفل الباب اللي فوق. اقفل الباب. إيه حد بيسكر؟ شوف لنا الشت الهامس في إيه؟ الشت الهامس الشت لا. شت الهامس الشت. شوف الناس اللي ما عندها زوج. انا اللي اشوفها وزيك. الناس ما بقاش عندها سب. شوف زمان ونازل زمان ونازل. بتسقف ليه هدرتك؟ احنا بقى لنا مده واقفين هنا يعني هينعرفوا الضروري هينزل. بشوف يمكن سبب الباب مفتوح. يا هدرت ده في واحد عامل مهسوس. يعني نفضل واقفين كده؟ لا نجيب لهدرتك كرسي. أنا نشوف. أعوذ بالله ناس ما بقاش عندها سب. يا سالم يا سالم أسأل إيه فوق عندك؟ الأسانسير متعطل. والليل النور شوفوا فيك ربا ولا ما في؟ الطيار موجود الزراير عطلانة. كلم البير وكيل. الوكيل بس البهوية اتلغت. كلم الشركة أوامي الحقونا. أوه لسه هيكلموا الشركة. إيه اللي قتله؟ أنا أعرف. أنا لازم يروح للوكيل عشان يقول للشركة. الأسانسور متقتل يا أستاذ. إن كنت مستعجلة يتلاقي لرجليك. ده في مجنون راكب معاهم في الأسانسير. وأنا يميل له إيه؟ ده جنانه خاطر. أنا خايف يعمل حاجة في الركاب اللي معاه. دبرني يا وزير. يا ناس يا ناس سيبونا نشتغل. أنا رايح نقول للوكيل. اسمعي أنا حبروس سماعه التليفون اللي سمعتني صوتك. أنا قلبي كان حاسس إنك هتتكلمي النهاردة. يا حضرة الوكيل. يا ستي كنت أقولي الدايرة عمارتها كتير وفيها كل طلباتك، ولما كانت تحكم حتى كنت فاضيلك الشقة اللي تعجبك. يا حضرة الوكيل شايفني فاضي يا بارد؟ لا والله مش كلام. إحنا فيها أموري كده وانت تلاقي مفاتيح الشقة كلها في إيدي. شقاوة يا شيخة. ده أنا راجل على نياتي. ياه لسه فاكرة؟ تبقي أنت اللي شقية. فكرتيني ليه بس؟ اسمعي مش هشوفك تاني. الأسانسير كده. طيب يا ستي أنا حستنى المكالمة دي. حبات والتليفون في حضني. مع السلامة يا ستي الكل. حزقك الكلام قوي يا سميرس. مش شايفني بتكلم؟ اصل الناس دلوقتي واقفين. يا سلام والنبي كمان تاني الالوه دي.
تعرفي بشرفي لو سجلتها على اسطوانه لتنباع منها ملايين. ادفع فيها كم؟ ادفع فيها 6 أشهر شقه من غير ايجار. قلت لك ما تكحش. وبعدين يا جماعه بالشكل ده احنا هنضيع هنضيع. من فضلكم حضرات بلاش سجاير، فلوسنا مكتوم خلقه. مرة لا مؤاخذه انا مش قصدي اضايقك والله. هانت هانت دلوقتي هيمشي حالي. قلنا باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله مش هينفع يا جماعه، لازم نفكر في مستقبلنا. احنا اتعزلنا عن العالم خالص. يا لطيف يا ترى نستسلم ونسلم ولا نقاوم ونكافح علشان نعيش؟ عاوزنا نعمل ايه عاد؟ نقسم نفسنا فرق فرق فرق، ناس تقلع ناس تزرع، الستات تعجن الرجاله تخبز، نعمل بطاقه تموين علشان القوي ما ياكلش الضعيف. مال بعد شويه هنتخانق على الهوا، يمكن نقتل بعض الموجودين علشان الهوا يكفي الباقيين. بس في عيب واحد في المشروع ده. ايه هو؟ جثث القتلى هتخلي ريحه الاسانسير وحشه خالص. ايه رايكم في المشروع ده؟ مفيش داعي تستخف دمك وتضايقنا. الواحد اعصابه تلفت. انا بنوركم. ده تخريف اللي انت بتقوله ده. خليك ايه للمجانين؟ على رايك عدم المؤاخذه. والله مجنون اللي يرقى بالحديد ده تاني. ده ممكن يطب بينا هي الطبه. ده ممكن قوي. ياما اسانسيرات بتفلت وهي معلقه وتنزل حتت. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. عمالين بتضحكوا ما انتوش مقدرين المصيبه اللي احنا فيها. وانت يا جدعان انت مش تتكلم مش تتحرك مش تعمل اي حاجه. زمان الوكيل كلم الشركه يا سعاده البيه. كويسه دي. هو معقول ارفض عزومه زي دي؟ الناس اللي جوه هتفوت عليها بنفسك؟ طيب يا ستي هصبر نفسي لحد ما تشرفي. مع السلامه. اوفر. نعم ان شاء الله. ما فيش سوء ابدا، ما فيش احساس. كل ما اتكلم انا كلمه تتكلم انت 10. نعم يا سيدي. ايه الحاجه المهمه قوي اللي سيادتك عايز تقولها لي؟ السكران بقالهم مده معلقين في الاسانسير وسالم سالم مش عارف يمشيه. اما لوح صحيح واقف ساكت سلام ما بيهون من الصبح. انتوا تفلحوا في حاجه، طول النهار قاعدين على الباب زي تلبس السلطان. ريت جايه. لما دخلت وقفت كنت اقول انت قول اطلب المهندس. ييييه ده النهارده الجمعه والشركه قافله. يا نهار اسود. اظن نمره بيته هنا. ايوه اهي. الواحد لازم يكون عنده ضمير، لازم يراعي لقمه العيش اللي بياكلها. الو مسيو كاركور موجود؟ امال فين يا فندم؟ نادي الترسانه بيتفرج على الكوره. ميرسي متشكر. وبعدين دي فيها مسؤوليه، الناس اللي جوه الاسانسير يمكن يتخنوا يروحوا فيها. لازم الواد سالم حد غمزه بسجاره ولا قرش مخد في ركاب زياده.